أكثر من 1000 شخص ممثلين عن العشائر والقبائل السورية بمختلف مكوناتها عقدوا مؤتمراً لتشكيل المجلس الأعلى للعشائر في سوريا. المؤتمر ضم عشائراً وقبائلاً من عرب وكرد وتركمان ومسيحيين وعلويين ودروز، الأمر الذي اعتبره القائمون على المؤتمر مؤشراً على نجاح هذا المؤتمر. وجود حوالي 1000 شخصية من 150 قبيلة وعشيرة سورية بكافة طوائفها، إذا كانت المسيحية أو الدرزية أو العربية والتركمانية والكردية، هو شيء إيجابي جدا من أجل وحدة سوريا أرضا وشعبا، وكذلك من أجل التوحد خلف الجيش الحر. الحاضرون أكدوا على وحدة الأراضي السورية ورفضوا ما اعتبروه سياسة انفصالية من قبل الأحزاب الكردية التي تسيطر على مناطق شرق الفرات. المؤتمر ينعقد في ظل ظروف سياسية في المنطقة، حيث أن القبائل هي المكون الأساسي من مكونات المجتمع والنسيج الاجتماعي السوري. تطالب القبائل العربية لتحقيق تحرير مناطقنا من أيدي العصابات الإرهابية من تنظيم بيكيكي وبيوايدي. حضر المؤتمر ممثلين عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وشخصيات سياسية وعسكرية، وفي نهاية المؤتمر انتخبت الهيئة العامة للمجلس السيد رامي الدش رئيسا للمجلس، وطالبوا الفصائل العسكرية بالتعجيل بتحرير الأراضي السورية من المنظمات الإرهابية على حد وصفهم.